السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة زينب المغيرة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد طبق تقليدي مغربي زماني، يعني واحد طبق اللي هو قديم جدا. غادي نعاود لكم اليوم في القناة بطريقة اللي هي سهلة جدا، وغادي نحتفظوا بنفس الطبق، ما غاديش نغيروا فيه وما غادي نزيدوا فيه حتى حاجة. غادي ناخدو تقريبا عندي كيلو 800 غرام ديال اللحم، وضروري يكون اللحم بطبيعه الحال ديال الغنمي. هنا بالنسبه للحم فكتبقى طبيعه الحال كميه حسب الرغبه، ممكن سيدي تجرب كميه قليله. هذا الطبق هذا ما غاديش نحتاجو فيه بزاف ديال العطريه، غادي نخدمو فقط بشويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال البزار. انا عندي هنا كيلو 800 غرام ديال اللحم، فانا يا خديت معلقه متوسطه ديال الخرقوم بلدي ونص معلقه كبيره ديال البزار، خلطتهم بكاس الا ربع ديال العنبه ديال الماء. كنخلطوا هاد المكونات وكنضيفوا على شويه من الملحه. الملحه البنات ما تكتروش، لان غادي نضيفوا بعض المكونات اللي هي مالحه، لهذا تنقول لكم ما تكتروش الملحه. غادي نضيفوا الزيت البلديه تقريبا واحد ربع كاس حتى نص كاس تاع الزيت البلديه. هادو هما المكونات اللي عندنا في الشرموله، يعني ما فيها سكنجبير، ما فيهاش كمون، ما فيها حتى حاجه من غير هاد المكونات اللي ذكرت، اللي هي الخرقوم بلدي، البزار، الملحه، شويه ديال الزيت البلديه، وكنخلطوا شويه ديال الماء. هاد العطريه كنخلطوها بشويه ديال الماء. هنا غادي ناخذوا اللحم اللي عندنا مقطع طبيعه الحال طريفات، كناخذوا اللحم وكنديروا عليه شويه من ديك الشرموله اللي حضرنا. ممكن تاخذوا هذاك اللحم وديروه في واحد الاناء وديروا ليه الشرموله وتخليوه واحد شويه، لكن انا كيف قلت لكم خديت يعني هاد الزوين في هاد الطبق هذا انه كل شيء كيطيف دقه واحده، ما نحتاجو لا نقليه ولا والو. يعني كناخذوا ديك الشرموله كنديروا منها شويه في اللحم وواحد شويه غادي نحتفظوا به، من بعد غادي نقول لكم فاش غادي نحتاجوه. غادي ناخذوا اللحم طبيعه الحال وغادي نضيفوا عليه ربعه ديال الحامضات مصيرين. هنا علاش قلت لكم ردوا البال من الملحه قبل ما غادي نضيف الحامض مصير، فانا كنضيف ربعه الدروس ديال الثومه. ربعه الدروس ديال الثومه كيكونوا كبار، ممكن تحكوهم لكن انا خليتهم بحال هكاك صاينين. وكناخذوا ربعه الحامضات مصيرين، ربعه الحامضات مصيرين. الحامض مصير بطبيعه الحال ملي تنكونوا خادمين على يدينا او كنشريوه، وانا كنفضل دائما هذا راه مخدوم على اليد، يعني حاجه اللي هي بيتيه. بالنسبه للحامض مصير البنات ما تغسلوهش، راه ملي كتغسلوه خصوصا الا كنتم راقدينو على يديكم، ملي كتغسلوه فهو كتمشي للبنه ديالو. كناخذوا ربعه الحامضات مصيرين كنقسموهم على جوج وكنديروهم فوق من هذاك اللحم وديك الثومه اللي درنا. هاد اللحم هذا كيطيب بالحامض مصير، هذا غادي كيجي شويه شبيه للطنجيه، لكن تيقون البنات راه المذاق ديالو راه خطير، احسن بكثير من الطنجيه. وان شاء الله غادي تجربوه وتردوا عليا الخبر. كناخذوا شويه ديال البطاطا، بطاطا من الاحسن الا كانت صغيره، انا البنات ما عنديش صغيره، خديت هاد المتوسطه. هو قد ما كانت بطاطا صغيره راها كتجي زوينه لا في المنظر ولا حتى البنه، لان البطاطا الصغيره عندها بنه مختلفه تماما، على كتكون بنينه مقارنه بهاد البطاطا اللي كتكون كبيره. وعندي 100 غرام ديال اللوز. بالنسبه للوز انا خديت البلدي، ممكن تاخذوا ديال الطياب اللي كيكون كبير. هذا اللوز البلدي ولا اللوز العادي اللي غادي تخدموا به، فانتم تاخذوه وكتخوي عليه الماء مغلي وكتخليه واحد ساعه ولا ساعتين حتى كيرطب، من بعد كتفسخوه وكتعصروا عليه شويه ديال الحامض صافي، وكتغسلوه باش ما يكحلش ليكم، باش كيبقى اللوز من يطيب كيبقى في اللون ديالو. كنديروا بنفس الشرموله اللي شرمنا درناها في الدجاج، هي كنديروا منها شويه في اللوز وشويه في البطاطا. كنديروا المكونات كلها خطره واحده، يعني كل شيء كيطيب دقه واحده. هذا الطبق هذا ممكن يطيب بجوج طرق، اما كيطيب في الكوكوت وتيجينا بحال الشكل ديال الطنجيه ملبي، كتجي المرقه ملبيه يعني كتجي ناشفه كتكون واقفه في الزويته ديالها، او نطيبوه في الفران. اللي بغى يطيبوه في الفران يتبع نفس الطريقه، كياخذ واحد الاناء اللي كيدخل الفران كنستفوه نفس الطريقه، من بعد كنديروا واحد الفيلم ماشي فيلم اليمونتيغ، هذا بابي كويسون، وكنعاودو نغطيوه بفيلم اليمونتيغ ماشي فيلم انا بابي الومنيوم، كنغطيه بابي كويسون ونعاودو نغطيه بابي الومنيوم صافي. تندخلو الفران يطيب على خاطرو، قبل ما تنخرجوه كنعريو عليه شويه ونخليو شويه اللحم يتجمر.
بالنسبة للكوكوت كيطيب طياب طنجية، كيف قلت لكم كنسدو الكوكوت كنديرو الصفارة، ديك 10 دقائق الاولى ملي كتبدا تصفر الصفاره فهنايا الكوكو يعني النار كتكون عاليه، لكن بمجرد ما كتصفر الصفاره كنقص البوطه وكنخليه بحال غادي نطيب طنجيه، كنخليه العافيه مهيله. الى بانت لكم الى جا والله حسيتو بطاطا طابت فانتم كتحلو الكوكو ديالكم وكتحيدو بطاطا، خصوصا الا كانت ديك البطاطا الصغيره فهي دغيا كطيب، ردوا البال من هاد القضيه البنات. هنايا كنحيدو ديك البطاطا وكنخليو اللحم يكمل الطياب ديالو حتى كيوقف، ومره مره نحرك الكوكوت يعني كتنسجم ليا العناصر مع بعضياتها، مره مره كنحرك الكوكوت من يديها وعلى عافيه مهيله. كيف قلت لكم ملي كتحسوا البطاطا طابت فحنا تنحيدوها ونخليو اللحم ديالنا يتجمر ويكمل الطياب ديالو. انا داكشي اللي درت، طاوت البطاطا حيدتها وخليت اللحم حتى كمل الطياب ديالو. غادي نمشيو للمقبلات ولا السلطات اللي غادي نرافقوا بهم هاد الطبق ديال اللحم. غادي ناخدو خيزو كنسلقوه في شويه ديال الماء اللي كيكون مغلي والملحه، دائما قاعده عامه يعني ملي تنبغيو نسلقوا الخضر ديالنا من غير بطاطا اللي كتسلق في الماء بارد، لكن جميع الخضر نحاولوا نسلقوها في الماء اللي كيكون مغلي مده ما بين 8 حتى 10 دقائق. وهاد الخضر اللي كتكون هكا لا سواء خضراء ولا هاد خيزو ولا، فمني نبغيو يبقى محافظين على اللون ديالو فحنا طبيعة الحال كنغسلوه بماء اللي كيكون متلج. صافي تنخليوه يبرد وغادي نشرملوه بشويه ديال الربيع، ملي كنقول الربيع يعني قزبره معدنوس مخلطين، جوج دروس ديال الثومه، عندنا شويه ديال الكمون، عندنا شويه ديال الخل او عصير الحامض. ودائما كنقول لكم الا كنتو باغيين هاد السلطات يبقاو لمده اسبوع في الثلاجه فحنا تنديروا ليهم الحامض، لكن الا كنا غادي ناكلهم في نهارهم ديروا الخل. وتنديروا شويه ديال الزيت البلديه والملحه، هادو هما ما فيهش البزار ما فيه لا سودانيه لا حتى حاجه، يعني تنديروا فقط شويه ديال الكمون والملحه ثم الربيع وشويه ديال عصير الحامض او الخل وشويه الزيت البلديه، ونخلي هاد الخيزو نحرك مزيان ونخلي هاد الخيزو دائما الخضره ملي تنشرملوها فهي قد ما تبلات وخدات الوقت ديالها الكافي انها تشرب ديك الشرموله ولا ديك التتبيله كتعطيكم نتيجه مزيانه. هذا فيما يخص الخيزو، كنحرك ونخليه كيف قلت لكم ندخلو الثلاجة حتى نبغي نقدمو. الا ما كنتوش دربانين بيه سي درب غدير مثلا كمية شوية كثيرة، فبدل الخل كدير عصير الحامض باش كيبقى محافظ على البنة ديالو. غادي ندوزو الكورجيت او القرعة الخضراء الصغيرة اللي هي تيخريفين، كناخدو القرعة ديالنا نسلقوها حتى هي في نفس الشيء دائما 8 دقائق. القرعة الخضراء حاولوا ما امكن انها تبقى يعني في الطيب تبقى شويه شاده راسها، ما تسلقوش الخضره القرعه الخضراء بزاف، يعني واحد 8 دقائق كافيه انها طيب فيها ديك القرعه. وغادي نصيبوا ليها الشرموله ديالها اللي غادي نحتاجوا ليها جوج معالق ديال اللوز. وهنايا كنقول لكم ديروا اللوز لانها كتعطي واحد البنه زوينه بزاف في هاد القرعه هادي. كناخذوا اللوز، انا عندي اللوز افيلي حمرته وهرمشته بيديا، لكن الا كان عندكم اللوز فسخوه حمروه دهنوه بشويه الزيتين، ما تحمروه في الفران او لا تقليوه كيبقى لكم الاختيار، وانا كنفضل انه يتحمر في الفران. صافي تنهرمشوه ونخليوه مهرمش ما نيلوش. غادي ناخذ داك اللوز غادي نزيد عليه شويه السودانيه اللي هي فلفله حاره مطحونه مع شويه ديال الملحه، ودائما واحد جوج دروس ديال الثومه. عندي عصير الحامض غادي ندير في هذا عصير الحامض، وعندي شويه ديال الزيت البلديه والكمون. يعني هنا ما كاينش البزار، دائما البزار ما كاين لا في خيزو ولا في القرعه، فقط القرعه هنا كنزيد شويه السودانيه، يعني بدل ما ندير البزار كندير شويه ديال السودانيه اللي هي فلفله حاره مطحونه. وهنا ما كاينش الربيع البنات، شويه اللوز كمون الملحه شويه السودانيه وشويه العصير الحامض والزيت البلديه، ونحرك مزيان. ونفس الشيء نخلي هاد القرعه ولا هاد الكورجيت حتى كتشرب الشرموله، ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوا العصير اللي غادي نقدمو حتى هو تيجي منعش. ناخذ جوج حامضات سواء صفرين او لا خضرين على حسب اللي بغينا، نحكو ليهم القشره ديالهم يكونوا مغسولين مزيان، نحكو ليهم القشره ديالهم ديك اللي كتكون اما غير القشره البرانيه ما نقيسوش القشره البيضاء، نحكو القشره البرانيه اللي على برا، من بعد كنقطعوا القشره اللي كتكون بيضاء.
نحيدوها بالموس ونحيدو العلفة صافي. وكنشدو القشرة ديال الحامض اللي حكينا في الأول، نخلطوها مع داك اللب ديال الحامض، ونزيدو شوية سكر سنيدة إتر ونص تقريبا ديال الماء اللي غادي نطحنو مع هذا. انا كندير فيه 6 معالق ديال السكر، لكن نتوما كيف قلت لكم ممكن تنقصوا او تزيدوا، تحكموا في النسبه ديال السكر على حسب اللي بغيتو نتوما، في الكميه ديال السكر على حسب اللي بغيتو. قد ما رقد هذا الخليط ديال الحامض والقشره الحامض والسكر، قد ما يعطيكم نتيجه مزيانه يعني في العصير. من غادي نطحن دابا انا هذاك المكونات بوحدها في الاول مع اتر ونص ديال الماء، نصفيها عاد غادي نزيد نطحن معاها جوج فرماجات. علاش كنديروا هذوك جوج فرماجات؟ اما 30 اولا 40 اولا واحد الياغورت، باش كيهرس لينا من لاسيديتي اولا من الحموضه اللي كتكون في الحامض. هاد كيف قلت لكم انايا دائما العصير ملي كنطحنوا باش يجيني يجيني المذاق ديالو زوين، فانا كنطحن بنسيترو ديال الماء عادي، وما تبقى كندير ماء معدني غازي. ماء معدني غازي هو اللي كنخدم به بزاف في العصائر، لانه كيعطي واحد النتيجه زوينه بحال كتشربوا يعني واحد المشروب خديتوه من على برا، يعني كيكون زوين صراحه. هادو هما الاطباق اللي حضرنا اليوم للناس. كان هذا الطبق ديال اللحم، عفوا ماشي الدجاج، هذا اللحم باللوز وبالحامض مصير وبطاطا، تيجي خطير البنات. راه قلت لكم حطيبه فيه صراحه احسن بكثير، انا جاني احسن بكثير من الطنجيه. وكان هذا العصير ديال الحامض اللي قدمنا، والاطباق المقبلات اللي هي عباره على مقبله ديال الخيزو والمقبله ديال الكورجيت اولا القرعه الخضراء. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات وتردوا عليا الاخبار دائما. صفحتي على الانستغرام زينب المغير، وان شاء الله ندرج التطبيقات ديالكم والوصفات ديالكم. خليت لكم الرحاء الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله.